كيفكن؟ اليوم الفيديو رح يكون ميك اب توتوريال بلوك كتير صيفي وملون. سو اذا حابين تتعرفوا شو هن البرودكتس اللي استعملناهم وكيف عملنا هيدا اللوك خليكن معي. اكيد انا حطيت المويسترايزر والاي كريم قبل ما احط هلا احط الفاونديشن. سو اول برودكت رح استعمله هو هيدا البرايمر من كلارنس يلي هو البيوتي فلاش بال. هيدا البرايمر كتير خفيف بس بنفس الوقت بيعطي بيز كتير حلوه ليح نحط هلا فاونديشن فوقه. هلا بقى نعمل كوركتينج، رح استعمل هيدا بلون اورنج من افن. كفاونديشن بالصيفية انا ما كتير بحب تقل بشرتي، سو عادة بستعمل بيبي كريمز او سي سي كريمز. هلا عم بستعمل هيدا البيبي كريم من دكتور جارد. هلا رح نستعمل كونسيلر، one of my favorites، يعني احسن كونسيلر عن جد واحد بيقدر يلاقيه بسعر كتير مناسب اللي هو هيدا من مايبلين اسمه AG Wine. الحلو بهيدا الكونسيلر انه تغطية كتير منيحة، وتاني شي بتحسوه بيعمل هايلايتينج بس بطريقة كتير ناتشرال. لأنه هلا شوي كتير طالعة بشرتي بيضة وصفحة واحدة، رح نعمل شوي كونتورينج. الكونتورينج ستيك اللي عم بستعمله هو من مايبلين اللي هو هيدا الماستر كونتور باي فيس ستوديو، بعدين هيدا اللون لايت. رح نحدد هون، يعني ما بعمل كونتورينج هيك قاسي، ما بدي كتير خبي اشي او هيك. كمان نستعمل نفس البيوتي بلندر نعمل لون بلند. اخر شيء رح نعمل برايمينج كمان لما نحضر عيوننا للاي شادو. رح استعمل هيدا البرايمر، هو معمول للايز والليبس. رح احط هلا على عيوني نرجع بالبيوتي بلندر. كل شيء اللي حطيناه بدنا نثبته، لنثبته بدنا نستعمل باودر. رح اخذ على ريشه كبيره، هيدي عنديها من كيكو برقم 6 او 9، بعتقد 6، وبحطها على المطارح يلي اكثر شيء بيروح عنا الفاونديشن خلال النهار. وتنخلص الفيس بدنا نرجع اخر شيء نعمل العيون. رح استعمل بلاش، هيدي لوتس برقم 6. رح اخذ بلاش براش، هيدي من ريل تكنيكس، بنفذ شوي منها وبحطها على الخدود. واخر شيء عنا الهايلايتر، الهايلايتر حستعمله، هايلايتر بستعمله دائما بالصيفيه يلي هو سان بيم من توب شوب. رح اخده على هيدي الريشه من سامي الخزامي ورح احطه هون من فوق. رح احطه شوي على المنخار وهون على الشفاف. هلا رح ننتقل للعيون. العيون رح استعمل هيدي الباليت الجديده من نيكس يلي هي افون بوب. انا مينلي رح ركز على هيدول الالوان يلي تحت. رح ناخذ اول شيء ريشه بلندنج براش، هيدي 217 من ماك. رح اخذ هيدا اللون يلي جاي بيتشي على نيود. رح ناخذ ريشه ثانيه كبيره هيك، رح ناخذ هيدا اللون الاصفر بنحطها من اول العين للنص. رح نرجع ناخذ هيدا اللون اللي اخذناه بالاول ونخلط شوي هيدول اللونين مع بعضهم. تنعطي شوي هيك دبس على الطرف، يعني تحسوا في شوية غمق. رح اخذ هيدي الريشة هيك تحسوها مشطوبة ورح اقطع من تحت، وبس توصل على الطرف حاول تطلعوا شوي لفوق بس تشقل مع العين. لتقوي شوي اللون اللي بالنص رح اخذ هيدا اللون الاصفر على اصبعي واخر شيء الهايلايتر اللي استعملناه على وجهنا رح نرجع ناخده على ريشة صغيرة ونحطه هون. هلا خلصنا الاي شادو ومن ورا الكاميرا عملت الحواجب. فيكم تستعملوا حيالا برودكت للحواجب يلي انتم بتستعملوه عادة. هلا بنعمل بدي احط ماسكارا. كتير بالصيفية بحب احط ماسكارا ملونة، من فوق رح احط اسود ومن تحت رح استعمل هيدي الماسكارا من ساموا. للمسكرة من فوق القرموش الفوقانية رح استعمل مسكرتين، عم استعمل هيدي من بنفيت يلي هي رول اللاش، وبرجع بستعمل هيدي الواي اس ال من واي اس ال ذا شوك ماسكرة، هيدي بتعطي فوليوم.
سو هيدي مع البنفيت ماسكارا. هلا رح نحط فوقها الماسكارا الثانية لتشوفوا شو عم بحكي كيف بتصير في فوليوم. بيطلع كأنكم حاطين فولس لاشز. سو اخر رح نعمل هلا نفس الشيء على العين الثانية. اخر شيء بقي عنا الليبستيك. الليبستيك رح حطه هو من لوليتا من كات ون دي اللي هي لوليتا 2. وهيك بنكون خلصنا. This is the final look مع الحمرة ومع كل شيء. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا اللوك. وبليز اتركوا لي بخانه التعليقات شو اللوكس الصيفيه اللي انتم بتحبون، اذا بتحبوا مثلا يمكن الوان حمره فاقعه، ولا بتحبوا الاي شادوز الملونين مثل ما عملنا هلا. وما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك لهذا الفيديو، وتعملوا سبسكرايب لليوليا ولقناتي انا يلي هي بلاينج وذ فاشن. وانا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.